أهلا بكم جميعا. نعم، الصين تلعب، يعني مستعدة للعب دور الوساطة، ورأينا هناك اتصالات مكثفة بين وزير خارجية الصيني ووزراء خارجية من مختلف الأطراف، بين وزراء خارجية روسيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا. فهناك الجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة من قبل الجانب الصيني. صحيح، لكن سيد نادر، ما الذي تنتظره إلى أن تذهب مباشرة وتقوم بهذا الدور كوسيط علني اليوم وتبدأ بما يستلزمه الأمر؟ رأينا يعني هناك هذه الجهود قد يعني تم بذله، يعني مثلا في أول بعد فور بدء العملية هناك الاتصال بين الرئيسين الصيني وروسيا، وبعد ذلك هناك استجابة من الرئيس الروسي بوتين، وقد قبلت إجراء المفاوضات مع الجانب الأوكراني. ورأينا أن تلك المفاوضات بدأت من ذلك الوقت وقد مر 3 جولات. فالصين ما زالت تدعو إلى الإجراء المفاوضات، ورغم أن هناك الخلافات الواضحة بين الجانبين، ولكن رأينا كل مرة هناك اقتراب من المواقف. فلذلك الصين دائما تتمسك بأن المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السلمي، وذلك عبر التفاوض والحوار. ولذلك الصين تحث الكل، يعني كل الأطراف، على يعني إجراء المزيد من المفاوضات لإيجاد الحل السلمي المتوازن، يعني يرضى بها جميع الأطراف، وخاصة نعم، بين التفاوض المباشر بين موسكو وكييف، وكذلك وأوكرانيا. نعم وكذلك روسيا والولايات المتحدة والناتو.